أهلا وسهلا أخت نهال، تفضل أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا يا أسيس نزار، ربنا يخليك ودايما تجيب لنا مواضيع رائعة. شكرا شكرا. عايزة أقول تعليق بسيط، إنه الحلقة النهاردة عن تحذير إن الله قدوس وعادل، وإن كل اللي بيفعلوا الفحشاء مستوجبين نار جهنم، وغضب الله يجب أن يعلن. لكن المشكلة، والمشكلة الكبيرة يا حضرة القسيس نزار، إن اللي بيعمل كده من داعش أو إرهاب ما بيبقاش عارف إن دي خطية، لأنه في كتابه بيعلمه إنه قتل الكفار دي تقديم خدمة لله، وبتنتظره مفاجأة، هو نعيم وجنة مليانة بأنهار خمر وحريات. فسؤالي هنا، هل هذا إله يعبد؟ وهل المنطق يقول لي ان الهي اللي بيقول لي ان شرب الخمر على الارض حرام يبقى هي نفس النوع هي مكافئتي في الجنه؟ هل ممارسه الجنس على الارض حرام وبعدين مكافئتي بعد كده بسبعين حوريه، يعني ممارسه الجنس وبين قوسين في حضور الله يبقى اوكي ده حلال؟ انا بشكر ربنا جدا على كتابنا المقدس اللي مليان بكلمة الله الحية اللي بتشجعني دايما ان انا اكون نقية من الداخل ومن الخارج. لانه ممكن حتى الاسيس يعني واحد يبقى من بره رائع وما فيش حد يعرف عنه اي حاجة، لكن انا بقول احذر مع حضرتك، لان الله لا يشمخ عليه، الله ما بيضحكش عليه بالمناظر الخارجية، الله بيبص للقلب والقلب فقط. وربنا يبارككم. ربنا يباركك، شكرا كثير يا أخت نهال، ربنا يباركك. أنت سألت السؤال وبعدين أنت شكرت الرب، يعني أنت أجبتي على السؤال من أجل الكتاب المقدس. هون أحبائي في نقطة كثير كثير مهمة أثرتها الأخت نهال، هل هذا الإله يعبد؟ بتعرفوا أحبائي، في أيام الرومان لما كان القيصر يموت، بعدين تعبوا النحاتين فصاروا شو بيعملوا؟ لأنه كتير كل مرة في زي اغتيال وبغيروا قيصر، فصار شو يعملوا؟ يخلوا نفس الجسد بس يحطوا راس جديد على الجسد. ما هياش الفكرة هيك أحبائي، من الغلط. يعني ما فيك تقول إحنا بنعبد نفس الإله، وفي تناقض فظيع جدا بين الإله اللي بنتكلم عنه في الكتاب المقدس وبين الإله الذي يقدم، انه انت بتدافع عنه هو اله ضعيف، انت اله بتقتل من اجله، هو اله طبعا ضعيف لانه مش عم بضحي، مش عم بيعمل اي نوع من التضحية، الناس بس عم بتضحي من اجله. والشيء الاخر انه عم بيأمر بقتل وسرقة ونهب وزنا وشر وخطايا كثيرة اللي هي ممنوعة على الارض، فكيف يغير الله فكره؟ فلما بندرس طبيعة الله في الكتاب المقدس، في شيء مهم جدا، انه طبيعة الله لا تتغير. الله يعني الله نور، الله محبة، صفات الله قدوس، عيناه اطهر من ان تنظر الشر. ايعقل انه الله اللي يعني اذا على الارض الانسان لما بيرتكب خطية الزنا بمارسها على الارض والله بيكرهها، فكم بالحري هو في محضر الله؟ هو ما فيش شيء بالتاني إلا زنا في السماء؟ هو هاي هي المكافأة للمؤمن؟ طبعا لما ندرس طبيعة الله في فرق شاسع، ومن أجل هذا احنا لازم ندرس ما هي صفات وطبيعة الله اللي لازم نعبده، وهذا طبعا كل شخص مطلوب انه يبحث بأماني في هذا الموضوع حتى ايش فعلا نجيب على هذا السؤال.